حكيت على الانتربرونيريا كولتوريل والامكانيات هذه جديده المطروحه، لكن نعرفوا اللي الانتربرونيريا الاستثمار عموما لازم مقومات، لازم ظروف باش ينجح. اليوم فما عوائق مختلفه تنتعرضوا لزوز كبار، منها مساله لو فامو ستاتيو دو لارتيست اللي قاعد يحضر في الوزاره عنده توا 5 سنين، واللي حضرت الفيرسيون الاولى عام 2016، وساعات يمشي للمجلس وساعات يرجع، وصارت نقاشات مع المجتمع المدني، وتوا فما سلسله من اللقاءات التشاوريه اللي قاعده تقوم بها الوزاره مع العاملين في القطاع حول نص القانون هذايا، نص ستاتيو دو لارتيست. النقد كبير برشا، الوزارة حلت استشارات، لكن الوزارة في المندام نتاعك انت شيراز العتيري عندهاش رؤية لشنو تنجم تكون الإصلاحات هذو، خاطر حسيناكم حليتوا طول الاستشارة مع الفنانين، لكن الدولة وينها معناها في الحكاية هذه؟ الوزارة وينها؟ عندهاش رؤية؟ عندهاش طرق معينة ونقاط معينة ترى اللي وجب إصلاحها؟ هي علاش الوزارة حلت طول معناتها؟ هو كما قلت لك لا كريز هذه كوفيد ورات الفراغ القانوني العميق اللي فما في قطاع الثقافة، منه حكيت لو ستاتيو دو لارتيست وما يضمن له كرامته وحقوقه الاجتماعية والاقتصادية. لو انت اليوم كي بتجي تحكي مع متدخلين في القطاع الفني وتبدا تحب تحكي لهم على رؤية وفيزيون، هاي نبني وهاي باش نحكيو على اقتصاد ثقافي، باش نحكيو على زاندستري كرياتيف كولتوريل، وباش نحكيو على لا مركزيه ثقافيه وحوكمه جديده، يقولك من فضلك ما تحكيش معايا، انا ما عندي حتى ستاتيو، انت ماكش قادر حتى باش تحميني، ماكش قادر باش تداويني، ماكش قادر باش تخلصني في الاجال. معناتها النقد نتاع الفنان اليوم مشروع والغضب نتاعو مشروع، حتى وكان هو مشارك شويه في تفخيم هلو كوتي انفورميل في القطاع، على خاطر ما حميش روحه، وزاده معناتها هو يمكن هي جو سي با كومون سي باسي، سي ان كومول زاده نتاع دي ديسيني دو موفيز براتيك. دونك انا بالنسبه لينا ولات اولويه القانون الفني، ما عادش ما ماناش مازلنا ماهوش حكايه هاي برا نزيدو نحكيو ونزيدو نحكيو، باش تحكيو ما انتوما تحكيو الساعة. قانون الفنان الفيرسيون هما الاستشارات بدات من وقت مدام سونيا مبارك وتواصلوا، ولا فيرسيون اللي مشات في 2017 للمجلس النواب هذه لا فيرسيون اللي مشات اوفيسيلمون ووصلت للجنة الثقافة والتربية. هذيك لا فيرسيون اللي توا قاعدين باش يصلحوها ويقوموا عليها بتعديلات. الفيرسيون هذيك بعد ما مشيت لمجلس النواب خلقت بوليميك كبيرة في القطاع، وصاروا دوتر كونسيرتاسيون وتعملت اون دوزيام فيرسيون اللي هي ما مشاتش للبرلمان بصفة رسمية. وبعد صارت عالت على دوزيام فيرسيون اون اوتر بوليميك، وصارت اون تخوازيام فيرسيون كيف كيف ما مشاتش بصفة رسمية. البرلمان راسل الوزارة على مرتين يقول له انتم باش تسحبوها، خاطر فما ترتيب معناتها تسحبها اوفيسيلمون وتحط نص. ما تمش إجابة البرلمان. دوك أنا كي جيت البرلمان جديد ولجنة جديدة اللي هما متفاعلين برشا مع وضعية الفنانين، وهما بيدهم يقول لك احنا باش نحطوه من اولوياتنا القانون هذا، يقول لك احنا عندنا النسخة دونك ما تسحبتش لي دون لو بايب. احنا قلنا لهم راهو النسخة هذيا لا تتبناها الوزارة. معناتها عندنا رأي، معناتها فما إدارة شؤون قانونية وفما ناس تفكر. وعلاش؟ الفيتو هذايا نتاع الوزارة. أنا الحقيقة شوف أنا مانيش فنانة، دونك ما نحبش نعطي رأيي، خاطر احنا علاش قلنا من القطاع؟ أنت وزير شؤون ثقافية، ماكش فنانة وزير شؤون ثقافية، وباش تعطي مقترح قانون للبرلمان. لا مقترح قانون، أما مش أنا باش تحط فيه رأيي كشيراز، فهمت؟ طبعاً. أما باش نعطيك شنو هي الحاجة اللي بالنسبة لي ما نجموش نتبناه، وخاصة فما الباب الخامس، هو الباب فيه ما في روحك زجريه ما تشبهش ما تجيش مع مع قانون فنان. تحكي هنا على الكارت برو اللي في هذاك الحبس وده شنو ما يجيش ما ينجمش يكون متلائم، ما هو سي كونتراديكتوار. وفما حكايه لا كارت بروفيسيونيل اللي فيها جدل، وفيها اللي هي فما جدل، مي فما ان ديبا. مي انا ريت اللي
دو توت لي مانيير هذا القانون ما نتبنيهوش، خاطر احنا بالنسبه لنا في برشا حاجات لازمهم يتعدلوا حتى على المستوى الوردينغ، معناتها فما كلام ما تنجمش تقوله. ماش انا بالنسبه لي ما تنجمش تقول على فني يجيبوا ولا يخضعوا ولا بون. هذا نحكي لك معناتها كفلسفه، وكل قلنا قانون هذا احنا فما قراءه قلنا هذا ما نتبنيهوش، مش باش نعملوا. ايش باش نعملوا؟ حل واضح معناتها سي اون اورجونس بور لو سيكتور. دونك خيرنا نحلوا سلسله من اللقاءات بار سيكتور، خاطر قبل كيفاش كانوا يتقابلوا الكل تو لي سيكتور. وانا حضرت مره دايوغ في مدينه الثقافه اون 2018 لي سور ان ديبا، اي سيتي با كونستركتيف، خاطر الموسيقى مش كيف المسرح، مش كيف ما السينما، مش كيما لاغ بلاستيك، فما خصوصيات. دونك قلنا نحن باش نخليهم يخموا يعطيونا هما حتى الهيكل الاخرين النقابيه والمجتمع المدني كيف يعطيونا شنو هما مقترحاتهم. في الاخر قلنا دو توت المانيير فما قانون مش باش يعجب الناس الكل، ما تنجمش تعجب الناس الكل، اما باش نوصلوا ان كونسنسوس، على خاطر فما واقع تونسي يلزمك تاخذه بعين الاعتبار. واقع شنو المشكل؟ تجي واحد تقول لك هاك في فرنسا ما فماش وفي بلجيكا ما فماش، ماكش في فرنسا وماكش في بلجيكا. باهي واضح. فيما يتعلق بنقطة الكارت بروفيسيونيل اللي هي كسوا في قانون الفنان لو ستاتيو دو لارتيست صار عليها برشا حديث، والا اون جينيرال انا اليوم هذا سؤال جدي جدا، اش تصلح الكارت بروفيسيونيل؟ اش نعملوا بها؟ معناها اش تصلح؟ شوف هي نورمالمون اون كارت بروفيسيونيل، كان مش سميها كارت بروفيسيونيل، راي مع فلسفتي انا عندي انا جو في لا ديفيرونس انتر باغ اكزومبل اون كارت دارتيست اللي هي تعطيك اكسي. مثلا احنا فما توا فنانين عندهم مشكل حتى باش يعملوا فيزا فيزا معناتها اون كارت بروفيسيونيل دارتيست ال بي ات ميم فاسيليتاتريس حتى بور حاجات اللي هما ادمينستراتيف. وفما لا كارت كي تدون اكسي الحرف عاميتي اليوم هذاك هو كيفاش تو فا ديفينير كل تيب دو كارت. تنجمش تكون عندك ساعه واحده برك للناس الكل. انا نرى اللي يلزم فما دو تيب دو كارت. فما اليوم ناس تعيش من المهن الفنية. إيش معنى؟ مثلاً هو عازف يعزف نجم يكون ما عندهش النوتوريتي مفهومة. أما هو يعيش يغني بها في الريستوران، في العرس، في حفلات، ساعات حتى في مهرجانات. معناتها أنت اليوم كيفاش باش يكون كيفاش باش تعرفه؟ معناتها مو الناس هذوما يلزمهم يدخلوا في البيزاج. كيفاش باش تضمن له حتى حقه اجتماعيا؟ كيفاش باش تدخله في شين دو فالور ايكونوميك هكا ولا لا؟ وفما الفنان لو كرياتور معناتها المبدع اللي عندهم كما قلت انت اشعاع وطني ودولي، وعندك اللي سلوي كي برودوي سو كرياتور. دونك او فيت يا beaucoup de je veux dire de cas de configuration. Et les lumières, il faut réfléchir très sérieusement comment présenter cette carte. فما شكون يقول لحيها؟ هل انه في الاطار هذا صارت الحاجه المسميه بطاقة الفنان المتميز واللي صارت عليها برشا دهشه وبرشا سخريه معناها على المتميزين معناها هذوك. احنا هي حتى كي ما ندخلوش حتى علاش تعملت وكيفاش تعملت، معناتها انا الحقيقه تفاجئت وقت جيت. ومعناتها يظهر لي تفاجئت برشا حاجات. تفاجئت ب 44 مليون دينار مش خالصين، تفاجئت ببطاقه الفنان، تفاجئت بمشروع القانون الفنان اللي راقد، تفاجئت بهذا الكل. لكن في كلامك حكيت على معضله الافلات من العقاب، معناها عبارة كأن في قطيعة اون ادمينستراسيون صار ما صار اكاهو اون لوغونج ونواصل. معناتها فما قلت لك احنا في الوزارة في كيما في معناتها من حق
معناتها ديجا باش تنجم انت تفهم اش فما واش ما فماش، ومش احنا ما تفهم هيك الرقابه تجي تراقب الماليه العموميه نتاعك. تفاجئ دون لو سونس اللي كي خرج لو ريزولتا من اداره الموسيقى الحق انا ما كنتش في علم، معناتها خرجت على الباج تي ان بو سوربريز. علاش نقول لك تفاجئت؟ خاطر القرار هذاك وحتى الكول اللي تعمل الكل ما وراهش أرضية قانونية، ما تنجمش تسند بطاقة وانت ما عندكش نص ينظمها، ما ينجمش يكون بلاغ داخلي ولا ينظم بطاقة اللي هي كي فادوني ديزافونتاج وكل. أون بليس في هو فما قانون فنان قاعد محطوط، قاعدين على الأقل عبيد مازالت تحكي هذا كل يتنظم في إطار قانون فنان، علاش نقوموا نعملوا في بطاقة؟ وش معناتها مميز؟ ما ندخلوا دون سو ديبا وقتها، فهمت؟ فما ناس تقول لك أنا فما شكون جا عارك قال شبيك باسكو ما جي دي اون اغيت، معناتها مانيش باش نكملوا فيها الحكايه هذه، خاطر باش ندخلوا في حوار حول مشروع قانون فنان اللي هو يهم الفنانين الكل، مش باش نجيو فئه انت مميز ولا انت مش مميز، فما متدخلين نقولوا في القطاع الثقافي والقطاع الفني والسيكتور هو خاطر تحملوا مسؤوليه هو يعمل لك لا بروجيكسيون ويعمل لك لفوتوغرافي تاع واقعه. خاطر كان الوزاره باش تجي تقول انا باش نصنف هكا الفنانين، يعني بيان سور تنجم اما احنا انا نحب في علاقه تشاركيه، موجود نمن بالكونسيرتاسيون، الكونسيرتاسيون تحل العينين تفيق، والكونسيرتاسيون تخليك تمشي في الكونسنسوس، والكونسيرتاسيون تخليك زاده حتى تفيق على اغلاط، ما تنجم راهو مانيش معصومين من الخطا. دونك بطاقه المميز هذيك بالنسبه ليا طونك ما وراهيش حتى سند قانوني بو موا ما نصححش على حاجه غير قانونيه تو سامبلومون.